اهلا وسهلا قبيله ديالي، كديري لاباس عليكم؟ هاني ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، الاحوال ديالكم مزيانه، تكون النفسيه تحسنت شويه بشويه. واخا انا عارفه النفسيه ما غاديش تحسن دابا 100%، ولكن داكشي كيجي تدريجي. ما حدنا مازال كنشوفوا دوك الفيديوهات، مازال الوضع مازال ما تحسنش 100%. داكشي انا عارفه غادي يطول واحد 6 شهور 7 شهور حتى العام، عاد ممكن انه الحياه ترجع للمجرى ديالها العادي. مازالين كنشوفوا داكشي، مازال عقلنا مع بلادنا، مازالين مبرسطين، ولكن الحمد لله كنحس براسي ماشي بحال الايام الاولى. بديت كنتعايش مع الوضع، بديت كنرجع للروتين ديالي هكا طبيعي. اللي حاجه طبيعيه ضروري، ما خصنا نتاقلموا مع الوضع. وسورتو بالنسبه للبنات اللي هكا امهات وداكشي، ما يقدروش يبقاو. انا الايام الاولى كنت مرفوعه، ما كنت كندير حتى شي حاجه، هملت كلشي. دابا الحمد لله حسيت براسي بديت كنرجع هكا تدريجيا بزز عليا. ولكن البنات مازال مدرونجيه من واحد الموضوع ضرب الضم مورايا معصبني. قلت لكم البنات مازال مدرونجيه من واحد الموضوع اللي كنتو سولتوني ديجا في الكومونتير في الفيديو اللي فات وما جاوبتكمش، لحقاش حتى انا ما عنديش الجواب. شنقول لكم البنات على الدار ديالي ديال مراكش؟ قلتوا لي شنو يا مدرا، واش ما طرا والو، واش هادي واش هادي. حتى انا البنات بحالي بحالكم ما عارفه والو، ومستريسيا وباغا نعرف وباغا نشوف شنو طاري. المهم قبل ما نجي هنايا خليت واحد الدوبل ديال الساروت لدارنا عائلتي ماما وبابا، وخليت واحد الدوبل الساروت ديال واحد السيد مكلف تما بدوك العمارات، اللي تما خدام مع الشركه. نيت خليت عنده، خليت ليه الدوبل ديال الساروت، قلت ليه ها انت اخويا خلي عندك الساروت، نتوما تيقاو داكشي. ما هو ما يقدر يدير شي حاجه، اكيد اللي دار شي حاجه راه غادي اول حاجه غادي يخسر بلاصتو. المهم درت فيه الثقه، خليت ليه الساروت، وهادشي بالاستشاره ديال مع دارنا مع راجلي مع كلشي، زعما ماشي درتها من دايت راسي. كانت طرات شي حاجه في الدار، ما تعرف قلت نخليه عنده الساروت وهذا، حقاش دارنا بعادين وانا بعيده، قلت من الاحسن نخليه عنده الساروت. صافي خليت ليه الساروت، بقات عندي النمره ديال التليفون ديالو والنمره ديال التليفون واحد السيد واحد اخر، قال لي هاكي هاد النمره هادي ديالي والنمره ديال واحد السيد واحد اخر حتى هو خدام معاه. كانوا جاو واحد الصباح، كانوا جاو قالوا لي تسولونا واش كلشي مزيان واش هادي واش هادي. المهم بقاو عندي جوج النوامر ديال هادوك دوك الرجال، دوك جوج رجال. فاش طرا هذا المشكل هذا، من بعد يومين كونتاكتيت الاولاني، قلت ليه سلام خويا كدير بخير هانيه، صيفط ليه غير اوديو. عافاك، المهم كنتمنى تكونوا مزيانين، يكون ما طرا لكم والو هادي. المهم الاوديو طويل، في الاخر قلت ليه الله يخليك الا كان ممكن طمني على داري، تقول لي واش طرات شي حاجه، واش طرات شي حاجه لكاع الناس اللي تما، واش كاينه شي حالات ديال الناس تشققوا لهم الديور وهذا. رد عليا قال لي ما عرفتش، ما مشيتش لهداك الشونتيي، قال لي خدام انا في واحد جهه واحده اخرى دابا، قال لي ما عرفتش، قال لي ولكن كوني هانيه غدا ان شاء الله غادي نمشي، غادي الا كانت اي حاجه راه غادي نصور ونصيفط لك. قلت ليه صافي. الغد ليه عاود كونتاكتيته، قال لي والله انت مشغول وهادي، قسما بالله الا ما مشيتش غدا على بعد غدا. عاوتاني وصل هذاك النهار اللي قال لي غادي يمشي فيه، ما كونتاكتاني ما والو. صافي انايا جوج مرات هضرت معاه، راه باين البلان وما فيه، ما غاديش يمشي، وغير غير كيديني بحتى شديت النمره ديال الدري الثاني كونتاكتيتو حتى هو، سلام بخير خويا هادي انا السيده فلان فلانيه هادي هادي، قال لي عرفتك. قلت ليه الا كان ممكن عفاك، نفس الهضره اللي قلتها الاولاني. قال لي صافي، قال لي غدا ان شاء الله غادي نصور لك، والا كانت اي حاجه قال لي وكوني هانيه اختي، راه حنايا دايرين انه راه غادي نديروا واحد لا ليست ديال الناس اللي كاع اللي يكونوا طرات لهم شي حاجه في ديورهم، وراه غادي يصلحوا لهم كاع دوك الشيء، كاع دوك الشقات اللي ممكن يكونوا طراو، راه ديوركم مازالين في الكارونتي. صافي تسنيتو حتى هو الغد ليه ما كونتاكتانيش، ودابا جات بالويكند ان شاء الله غدا غادي ان شاء الله الا بقينا حيين غادي صباح غنكونتاكتيه، غنعيط ابيل، ما نصيفط الاوديو ولا حتى شي حاجه، غنقول لهم ما عرفتش انا علاش ما واش بصح مشغولين، واش طاريه شي حاجه وما باغينش يقولوها خازنينها،
واش 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 الله اعلم. انا جاوبتكم البنات بداكشي اللي انا زعما اللي انا دابا عايشه فيه، شيختكم برسطه من جميع الجهات. بغيت غير نعرف شنو كاين، غير الا كان شي حاجه غير نعرف، ما انا لا طرات شي حاجه، راه داكشي من عند سيدي ربي. هادشي اللي كاين قبيدات. توني الصباح مشيت تقديت، جبت كلشي داكشي اللي غادي خاص، شحال هادي ما مشيت تقديت الثلاجة خوات وداكشي كيما قلت لكم، هملت كلشي. البنات عندي كي رازين خصها دير شي حاجات معاها المدرسة، بنتي صغيرة خصها شي ماكلات، شي حاجات ضروري خص يكونوا في الثلاجة. المهم مشينا تقديت شي حويجات لراسي، ان شاء الله دابا نشاركهم معاكم. دابا رديت كلشي الثلاجة، جمعت الكوزينة، دابا الا لقيتونا غادي نصاوب لهم الشعريه بمطيشه. البنات كيحمقوا عليها بجوج بحال السوب، كتجي هكا جاريه. غادي نصايبها لهم. والموالفه بعد مرات كنصايبها بالكفته، دابا غادي نصايبها بلا كفته حيت ما عنديش. شي الطاوه ديالي درت فيها شويه ديال الزيت البلديه، غادي ندير فيها شويه ديال الثومه مقطعه ربيع والبورو، شويه نخليهم شويه. هنايا كبيدات غادي نزيدو شويه ديال مطيشه ديال الحك، قمت معلقه كبيره، وغادي نزيد العطريه، غادي نزيد شويه ديال التحميره، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. غادي نحرك هادشي كامل. دابا غادي نزيد ثلاثة ديال المطيشات كبار محكوكين ولم مطحونين. صافي غادي نحرك كلشي، زيد الماء السخون، هنايا البنات هاد المرحله هذه هي فين قلت لكم فاش تكونوا كتقليو تقدروا تزيدوا حتى الكفته تقليوها وديروا الصوص طوماط وتروي بحال هكا. صافي دابا غادي نزيد الكميه ديال الشعريه اللي بغيت. صافي وغادي نسد عليها حتى طيب على خطره. وهي اختي الاكله ديالي وجدات، دغيا دغيا خفيفه ظريفه، عزيزه على الوليدات الصغار، وكتجي هكا صحيه اكثر، هي اللي تتبع معها الكفته وكتجي بنينه اكثر. المهم حيت ما عنديش، جربوها وتشوفوا في الوقيته كما قلت لكم، الوقيته اللي تكونوا كتقليو هذيك المقادير، قليو معاهم حتى الكفته، خليوها طيب واحد شويه، واحد 10 دقائق كاع، حقاش ما ديروش كونتيتي كبيره، غير شويه ماشي بزاف ديال الكفته. صافي وغادي في الاخر الشعريه، ممكن كتجي زوينه، وانا براسي انا كبيره وعزيزه عليا الشوربه، كتجي هكا في الشتاء وصافي. عطيت البنات ياكلوا، طلعت الفوق بغيت نبارطاجي معكم داكشي اللي شريت. صراحه شحال هادي ما شريت حتى حاجه وما عنديش الخاطر، وشريت هادشي اي حيتاش خاسين، حاجات لي خاسين وصافي. المهم كاين شي حاجات هكا طلبوهم الرازين في المدرسه، تا هما خديتهم ليها. المهم خديت ليها هاد لي بوط البنات، هاد لي بوط هذا كي حتى العام اللي فات كنا عطيناهم بحال هذا، قال لك فاش كيكونوا كيلعبوا برا في الشتا خصهم ضروري يلبسوا هكا دي بوط ديال البلاستيك، وخص يبقى في المدرسه. المهم خديناها ليها، غادي تديها المدرسه ويبقى هذاك لي بوط العام اللي فات بقى في المدرسه، ما راكم شفتوا فاش سافرنا قبل ما تسالي العطله بقى عندهم، مرضوش لينا. دابا هو هذا عاوتاني هاد ليا لهاد العام هذا، خديت ليها هاد لي بوط مع هنايا اليونيفورم، خصها ضروري تلبس مع شي حاجه في الكحل. خديت ليها هاد لي بوط هذا وصبيبات راه حطيتو ديجا في بلاكار، صبيبات عادي هكا كيتسد هكا، وفيه هنايا واحد بحال مشيشه، وهاد لي بوط هذا حطيت ليها جوج، مع هنايا كيبقاو يجلسو كيربعو على الارض، كتبقى تكليهم هاد الوجه هذا،
كيبقى الصباط زوين ونقي وكلشي كيبقى كيتكال ليه قدام. كضطري انه الا تكال بزاف وبقى كيبان هكاك معيب كضطري تشري صباط اخر. خديت ليها هاد ليباط هادو البنات، ليباط هكا كيتلبسوا معاك سيوات مع الصايا ضروري ضروري من ليباط، ليباط تحت السروال فاش كيكون هذاك الزفزوف النيت في البرد كندير ليها ديما ليباط تحت السروال. خديت لها هاد القريعه هادي ديال الماء، عندها واحد القريعه وخديت ليها هادي الثانيه حيت بعض المرات كنبغي نعمر ليها القرعه هكا بصح ما كنلقاهاش، كنبقى ندور 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 طلع ما يكون عندها هكا جوج. لما لقيت هادي لقى هادي ديال البرنسيس، فرحات فاش شفتها. قلت لكم هادشي كلشي غادي يلا رازين. ها نتوما تقشرات هادو فاش كيكون عندهم السبور، عندها تقشرات ولكن المشكل اللي عندي في تقاشر يا البنات ديما نلقى فرده من هادشي وفرده من ديكشي فرده من ديكشي فرده من ديكشي، ما عمري ما لقيت فردي ديال بعضياتهم. شنو كندير؟ كنضطر شي بعض المرات كنلبسها فرده هكا فرده هكا والله قسما بالله. خديت ليها هادو خاصين هاني البنات، هادو السميطات عاديين. خديت ليها خمسه رطيط بين زوين ديال القطن تا هادو صراحه عندها النقص فيهم خديتهم ليها. صباعيات البرد هذا اللي جاي خديت ليها هكا صباعيات. صافي هادشي ديال المشتريات ديال رازين. والصغيره خديت ليها هكا بيجامه هكا سخيخنه ديال البرد، هذا الفوق وهذا فريويل. شوفوا يا اختي الزاز، شوفوا الزاز تا هي مسكينه، تا هي ما عندهاش بيجامه ديال البرد، عندها شي حاجه ولكن صافي توسخوا وتكالوا مع الصابون وداكشي. خديت ليها جوج طريبشات هادو، شوفوا شحال غزال. هذا فيه واحد فيهم هاد الطريزه، هذه هنايا كيما اللودينات هكا. خديت ليها جوج هادو. راه دابا ولينا البنات صافي، راه البرد بدا تيدخل خاص ضروري السلاح ديالو. خديت ليها هاد لونسومبل هذا البنات، جوج ديال لي زونسومبل هادو هانتوما الفوق، هادو لي او واحد في الغوز واحد في داك اللون مخطط، والسريولات ديالهم هانتوما غزالين. الثوب ديالهم سخون بحال هادو البنات، ما كنبغيش نشري لها شي حاجه سخونه بزاف لحقاش ديجا كتلبس جاكيت من الفوق. بحال هادو كيجيو زوينين باش هكا فاش كنخرجوا داكشي، فاش كندخلوا لشي شوب ولا شي حاجه ضروري كتكون ديك السخونيه لداخل، كضطري تحيدي الجاكيطه كتبقى غير بحال كتبقاي لابسه بحال هكا باش ما كيجيك الصاد، حتى كتكوني خارجه كتلبسي الجاكيطه. هادشي لا بالنسبه للصغار ولا للكبار، كنفضل نشري هادو وما سخونينش بزاف لحقاش ديجا الجاكيط ديما ضروريه خاصها تلبس. خديت ليا هاد جوج هادو عاوتاني هاد الابيض والغوز حتى هما سريم ديالهم هانتوما كولونات هما بحال هادو، دابا معاهم تقشرات والجاكيت من فوق صافي. ايوا اختي انا ما نسيتش راسي، خديت راسي هاد الاندر ارم، خديت ديودورو وهاد ستيك. هاد لاماركة هادي اللي كنشارك معاكم من شحال هادي، الصراحة البنات متنبدلهاش، المهم هادشي فيها زيرو ألمنيوم واعرة، شي حاجة سميتها العرق مكتبقاش دور بيك كاع نهائيا. جربت بزاف ولكن من نهار جربت هاد لاماركة هادي صافي ما عاودتش بدلتها، دابا تقريبا شي 3 سنين 4 سنين وانا كنديرها ما عمري ما بدلتها وما نبدلها الصراحة، حيت طوب واعرة البنات. والكود كوغ فهادشي كامل في المشتريات كاملين هو هذا يا البنات، هذا شفتو في تيك توك، ديري ليه واحد لابوب هانتوما اختبروا، ديري ليه لابوب قالك لالا شوفو هانتوما كديري الحجب ديالك. ودابا انا ما محيداش الحجبان نايضين، كما بغيت نجربو معاكم ولكن دابا ما غاديش يبان لكم، تبان لكم النتيجه كما هي باش كيكونوا الحجبان ديالك هكا نقيين ومطراسين وكلشي. الا بغيتي تزيدي في اللون ديال الحاجب ديالك، حيت الاغلبيه ديالنا كنبغيو نصحو شويه الحاجب، كتزيديه بالباودر ولا كديري ليه قلم ولا شنو ما كان، هذا بحال هذاك التانت
كديريه فوقه بحال هكا، كدوزيه فيهم بجوج، كتزيني واحد شويه، كتحيديه على شكل قشره بحال هكا، كتبقى تحيد هذيك القشره وكيبقى اللون شويه فونسي، ولكن اول فوا كتغسلي وجهك كيبدا يفتح وكيبقى المده المده قريت وقريت 3 ايام. فين قريتها ما عرفتش فين قريتها، هيا لونغ لاستين اب تو 3 دايز ريزولتس. هادي غنشوفو بعدا نحلو نشوفو كيفاش داير من هنايا، هانتوما بحال الشيتا. خديت دارك براون، ما انا عندي حجباني فونسي على حتى لون شعري الحقيقي راه فونسي. المهم كاين فيه الالوان، كاين لايت براون دارك براون وشي حاجه اخرى والنواغ، فيها بعض ديال الالوان. خديت دارك براون. المهم فاش غادي نقي حجباني ويكونوا هكا مقادين غادي نجربوا معكم، ولكن في الفيديوهات فاش شفتو في تيك توك صراحه عجبني، كنت موالفه كان مره كنمشي كندير ديك الحنه في كيسمي واحد حنه طاطو، هو ماشي طاطو كيبقى كيتحيد. هاي جات راسي كنمشي للصالون، ودابا المشكله اللي كيعكزني في الصالون هو خصك ضروري تشدي الرونديفو، وما هي وما لونها ديال فاش كتمشي خص لي شد ليا راسي الخس هادي. المهم قلت نجرب هادي. المهم الا صدقات لي هاد القضيه هادي راه مزيانه غادي نكون فرحانه، لحقاش انا الحجبان ديالي واخا تشوفوهم بحال هكا راه فيهم الخويات، راه ما ناصحينش حتى كندوز عليهم هكا قلم ولا كندير لهم باودر داكشي عاد كيبانوا زوينين. المهم نهار غادي نجربو راه غادي نجربو معاكم ان شاء الله، غير انفو نقي الحجبان ديالي راه غادي نجربو معاكم. وهادشي اللي كاين اختي دابا جات تبرزيط شنو هادشي اللي كاين الكبيدات ديالي، هادو هما المشتريات اللي خديت كما قلت لكم، خديت داكشي اللي ضروري واللي زعما واقف عليه خصني نشريه ضروري.